السلام عليكم وتحيات الجريدة الإلكترونية ألوانكم، وتحية لخويا مراد على الاستضافة وعلى أنك جيت لعندي، مرحبا بك. أهم حاجة خويا مراد اللي غنقول لك، أنا ما تهمنيش عايشة سرايدي ولا تهمني الخارجة اللي تخرج، أنا أهم حاجة كتهمني هي بنتي ريتات. جريدة ألوانكم كتعطيها الحق فقط. او كيف ما كتقول، انا داكشي من خلال داكشي اللي كنشوف اخويا شي حاجه شي تضر في الخاطر، يعني باش انا غنشوف بنتي في ديك الحاله وانا ما قادرش نحرك ساكن، وكنشوف الجمعيات ما تدخلوش، ما داروا معايا والو، السلطات حتى هما دفعت ليهم شكايات ما تدخلوش، ما داروا معايا حتى شي حاجه، يعني انا يا صار قلبي كيبقى تضرني اخويا ملي تنشوف داك الشيء، انا ما تتصرتش ليه تيبقى في الحال. واش هاد الناس هادو انايا اللي كناشد في الجمعيات وكناشد في السلطات انهم يتدخلوا ويشوفوا ديك التشرد اللي كتعيشوا ديك البنت معما، يعني اش بغاوني انا ندير؟ واش بغاوني نمشي ندير شي مشكل ناخذ بنتي صحه كيف ما دار واحد الدري ضربوه بثلاث سنين؟ علاش حنت خدا ولدو حنت عايش ولدو في نفس السول اللي كان كيعيش اللي كتعيش فيه ريتاج، الام ديالو ماشي صالحه، مشى خدا ولدو صحه شدوه ضربوه بثلاث سنين اخويا. واش بغاوني هاد الناس؟ انا بغاوني هاد الجمعيات وبغاوني هاد الناس انني نوض ندير كيف ما دار هاد السيد هذا؟ ها راتني هاد الكلمه ديال اخويا، هاد الكلمه ديال ما عيت انا، عيت طلعت هبطت ما خليت حتى اداره قانونيه ما مشيتش ليها، ولا مشيت انا وياك الاخ مراد، نمشي انا وياك ويلا معايا وتشوفهم هما غيبداو يسلموا عليا بكثرش ما كنمشي وكنجي عندهم، هما ولاو عارفيني انا هو ابو ريتاج شوعي. ريتاج كتعرض للاغتصاب في الطفوله ديالها، كتعرض للاغتصاب في الدراسه ديالها، كتعرض للاغتصاب ما كتمارسش طفولتها بحالها بحال جميع الاطفال في العالم، يعني هذا الشيء هذا كنشوفوا ريتاج بانها عايشه في واحد اللونتوراج اللي كبر منها بزاف، وسط المخدرات، وسط الصداع، وسط خسار الهضره، الحزام لتحت، الدريه من صغرها كتسمع غير الكلام الفاحش، يعني حشومه عليك، انا كنناشدك من هذا المنبر، حشومه عليك ديري البنت هذيك الحاله، حنا ما عرفنا هذيك البنت واش هي بنتك ولا انت مرت باها وكتنتقمي منها، راه ما عرفناهاش اختي حنا، هذا لا معاك. الغرض ديال ديك السيده، انا كما قلت شحال من منبر، هذيك السيده نرجسيه كتحب غير راسها، لدرجه كنقول لك بنتها كتبغي دير لي بوزوان في الحمام، والله ما كتعقل عليها، قسما بايات الرحمن ورب الكعبه ما كتعقل عليها، والله ما دخلت انا حليت لها رشاش ديال الماء باش تغسل، الا نهار تغسلات ليها ولا تسوقات ليها، دريه عندها 4 سنين عباد الله، كتنوض كدير لي بوزوان ديالها، شحال مرة مسكينة ما كتغسل مول كتجي عندي كنشم فيها ريحة حشاك بلا ما نقولها. لا دار الخوت، انا غنبقى ديما نطلع في منابر اعلامية باش نشوف حل لديك البنت، وان شاء الله يكون غير الخير، غير استغلال. جوج جمعيات جاو عندي، الجمعية الاولى جاو عندي للدار، داروا معايا مباشر، استافدوا هما في المباشر، مشاو من تما مشتهمش. جمعيه اخرى وقفوا معايا قالوا لي ما تطلع في اعلامي، تنقول لك حنا عاد من غطلع ملي سالينا الاجراءات ديالنا القانونيه. صيفطوني، ما صيفطونيش عند صحافي او جريده الكترونيه، صيفطوني عند واحد صاحب قناه واش كينتمي للجمعيه ولا لا، حيت انا ما عمرني شفت عنده شي باج انه كينتمي للجمعيه، ما ورانا حتى شي حاجه. علاقتي مع ويا مسطر بالنسبة كزوج وزوجة داكشي اللي كيكون يدور ما بين زوج وزوجة وتفارقوا، مابقاش بيني وبينها حتى شي علاقة، وهاديك الإنسانة أنا حاليا حاطها بمرتبة بحالها بحال أي إنسانة عادية، ما بيني وبينها والو، اللي بيني وبينها هي ديك البنت كنبغي نشوفها يعني عايشة في واحد فهاد الوسط لي زوين، وكنبغي ديما نشوفها بخير وعلى خير، هادشي اللي كاين اخويا. جاوبتك خويا مراد على هاد السؤال قبيله، و
وحاليا انا كنقول لك راه ما كيناش شي وحده يعني وصلت مع لدرجه علاقه الحب. لقيتي مساعده مع الجميع؟ مساعده كيف ما قلت لك ما كاينش شي مساعده ديال الواحد غيوقف معاك باش دير محامي وتخرج تهضر على راسك وهادي. طلعت مساعده من الجاليه، الناس اللي كيصيفطوا لك كيقول لك باش دوز نهارك وباش ما تبقاش، فهمتيني؟ هذه هي المساعده اللي كنت كنتوصل بها انا من عند الجاليه، يعني اللي غيتوصل ب 20 اورو ولا 25 اورو ولا 50 اورو هذه كتسمى مساعده؟ كيقولوا رحيما نقدموا لك المساعده على الاقل تكون فيها واحد الكلمه طيبه. بالنسبه للناس بعد الاصابع ممكن ثلاثه الناس اللي ساعدوني وفي الاخر خرجوا كيهاجموا فيا بليزودو ديالي عند اليوتيوبر الاخرين، زوديو ديال وحده بانني يعني صيفط لها ميساج قلت لها حيت كانت كتغير وهادي، قالت لي ما طلعاش مع عيشه وما طلعاش وما ديرش، قلت لها راه بيني وبينها بنت خاصني نمشي نشوف بنتي نجيب بنتي عندي، ما وافقاتش. انا شنو قلت لها ضروري خاصني نشوف بنتي ونجيبها عندي ضروري، خاصها تشوف العائله ديالي وهادي صافي. وقع واحد سوء تفاهم تخاصمنا على قبل هذيك ما تشوفش بنتك. هادي الاولى اللي كنت كنطلق معها مساعده، كنت طلقها من عندها مساعدات. والثانيه هي حتى هي نفس الشيء، كان بينه وبينها غير خير الاحسان، طرا لها واحد المشكل مع واحد السيده، راجلها شاف انها عندها شي اوراق وهادي ديال انها كتصيفط، ما طلعتش هاجمتني انا في الواتساب ديالي، هزات من الواتساب شي اوديوات ديالي انا ولاحتهم لواحد الدريه اخرى. هي مزوجه عندها راجلها ولكن ما بينه وبينها حتى شي علاقه. هي اول حاجه اتصلت بيا قالت لي انا بغيت غير نساعدك حيت كتبقى فيا، هادشي اللي قالت لي في الاول. ما تطورت العلاقه، ما كاين لا حمام، ما كاين لا تصاور، ما كاين لا راجلي في الحمام يخرج نهضر معاك، ما كاينش هادشي. هاد الاوديو هذا انا ماشي انا اللي مصيفطاه ليا، صيفطاته لناس اخرين اتهمتني به. انا اش كتقول فيه؟ كتقول لا مشيتي تقول فيه الناس الفكره باش خداوها بان الاوديو اللي تصيفط بحال تتهضر معايا انا وكتقول لي تسنى راجل يخرج من الحمام ونهضر انا وياك. يعني حنا ماشي راجل غيخرج من الحمام غنهضروا غتعرى ليا ولا غنتعرى ليها ولا غنمارسوا الفساد في المباشر ولا لا، بالعكس يعني هي كانت